طلبات لشراء مستشفيات، لشراء مدارس. المستشفيات مثلا كان فيها مشكلة كبيرة، كان لحد قريب جدا مفيش حد يقدر يشتري سهم واحد في مستشفى إلا بعد موافقة من وزارة الصحة تكون عدت على عدة جهات. اتحرك الموضوع شوية، بقت اللي بيستثمر أقل من 10% بياخد موافقة مباشرة، اللي أكتر من كده مشيت بسرعة. إذا تبدأ الأول يعني إيه باللي موجود قصادك، الناس اللي حطت فلوس في البنك وليها طلبات معينة ومنتظرة إن إحنا نستجيب ليها، نبدأ بدول ولو ببعض التخفف. يعني طب معلش أنا آسف برضو، هو طب بما إنه في طابور من الناس اللي عايز ياخد مستشفيات ودي مهمة جدا، اللي عايز يعمل مدارس وأيضا دي حضرتك بقى مش بتكلمني في أي شيء طرفي، يعني ده كمان هيبقى مفيد طبعًا للمجتمع إن المستشفيات تزيد، طب لماذا لا يحدث هذا الأمر؟ هو ما بيحدثش لأنه البيروقراطية لما بتتوغل شوية والدنيا تبقى كل حاجة تاخد بدل الموافقة تاخد 4 موافقات بيحصل ده. فناهيك يعني خلينا دعنا من كان كده ليه، لكن نحل. ماشي ماشي نحل. انا مش هقول يعني كده ليه، نشوف الاول بدل ما اروح ادور على الناس اللي بعيده اللي اقول لها انا بدعوك لزياره مصر ومش تعالى في الاول اللي واقفين مستنيين ان يستجاب لهم في اي طلب ما. طبعا ممكن تلاقي حاجات كنت حاطط ضوابط شديده شويه نخففها، لو ما فيهاش يعني خطر على الامن ولا على السلامه ولا على الصحه نخفف الامور شويه. اللي طالب يعلي دورين ومش مبنى مش هيقع لكن موقفينه على ان هو يدفع رسوم مش عارف ايه، نمشي ده كله. لو العجلة دي دارت انا رأيي انها اسهل طريقة تبتدي بيها انك تفتح قنوات الاستثمار. طب معلش برضو، هو حضرتك يعني في الظرف اللي انت شايفه ده مش يجب ان انت تكون عندك حركة اسرع شوية؟ يعني احنا حتى الان بنشوف كلام طبعا الحكومة عن انها هتتراجع عن ملكية الدولة، يعني هتتراجع عن ملكيتها وانه هيبقى فيه الرخصة الذهبية وهيبقى فيه طبعا حضرتك فاكر موضوع الشباك الواحد او الشباك الذهبي برضو اللي كان. طيب هذه الامور يجب ان يتم تنفيذها اكتر من انها تكون سياسات. يعني اكيد حرامي تقول لي طب ليه متعطلين؟ متعطلين لأنه البيروقراطية اللي عندنا لما بتتشابك فكها لازم يتخذ بيه قرارات ولازم يتخذ بيه إجراءات، يعني مش حاجة بتحصل لوحدها. أحد المفاتيح في رأيي إن إحنا عندنا مؤسسة مهمة جدا في البلد اسمها هيئة الاستثمار، وأنا عندي أولا مضيت فيها جزء من عمري طبعا وأحبها جدا وعندي اقتناع شديد بيها وبدورها واللي بيشتغلوا فيها جميعا. هيئة الاستثمار بسبب مجموعة من التعديلات القانونية ما بقتش مستقلة وممكنة كما كانت من قبل، فاحنا محتاجين نرجع لهيئة الاستثمار تبقى هي قلب عملية اتخاذ القرار اللي بيأثر في المستثمر. يبقى المستثمر لما يروح يقابل هيئة الاستثمار وهو عارف ان لديها، مش هقول لك ايه المعوقات يعني دلوقتي معلش يعني عشان برضو الناس تفهم اللي هي مش بتعمل شركة او انها مش بزنس مان، بس هو عايز يعرف طب ايه اللي موقف الموضوع. يعني دلوقتي مواطن عايز اعمل استثمار بروح لهيئة الاستثمار، ايه اللي موقفني؟ ايه المشكلة؟ يعني انا بفهم ده يعني مثلا انا عملت شركات في دول كثيرة ما فيش حاجة خالص، برضو مساء الخير الورق بتاعي اهو حاجتك اهي فين البتاع اسبوع 10 ايام تبقى، ايه المشكلة هنا؟ لا الجزئية دي ما هيش المشكلة، لانه زي ما بتأسس في بلد تانية في 4 5 ايام بتأسس الشركة نفسها في مصر في 4 5 ايام برضو، ما زلنا في الحالة. طيب دي المشكلة النشاط اللي هتعمله، لما النشاط ده يبتدي يبقى محتاج موافقة أكتر من جهة يبقى دي مبدئيا دخلت في مشكلة ما كانتش موجودة قبل كده. يعني لما هتاخد أرض تاخدها من حتة، وهتاخد تصريح بنا من حتة تانية، وهتاخد ترخيص مزاولة النشاط من حتة تالتة، هي دي الحاجة اللي محتاجة إنها تتسهل ويعاد النظر فيها وتمكن هيئة الاستثمار من منح جزء كبير من هذه الترخيص. إنما هيئة الاستثمار لا، هيئة الاستثمار تطلع لي الشركة وبعدين تقول لك لف وتعالى لي تاني. لأنه الجهات المختلفة اللي كانت قدمت جزء من صلاحياتها وسلطاتها من خلال هيئة الاستثمار زي ما تقول مع الوقت رجعت استردتها، فبقيت لازم تروح على كل واحد تخبط عليه وأحيانا عند جهتين تاخد موافقته. المسألة دي محتاجة مواجهة قوية جدا ومحتاجة زي ما بقول لحضرتك إن هيئة الاستثمار تسترد استقلالها وقوتها اللي مطلوبة لتمشية الموضوع ده.